كرمي الشعبين الجزائري والقطري. ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتمنى لإخواننا في دولة قطر الشقيقة كل التوفيق والتميز في تعبير عن عرض الأشقاء في كلا البلدين، لبناء أول مستشفى ببلادنا لتعزيز بتشريف حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن أمير دولة قطر والسيد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جراحية متنوعة كعمليات الجراحة العامة إلى التوقيع على مذكرة التفاهم يوم خصت تحت تصرف الشركة القابضة غير نفطية، وبين رؤية الجزائر التنموية في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستثمار المبني على أسس اقتصاد. مجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الإشراف على التشكيل الرسمي لا يدرك أن الأمل جهد وعمل والجهد لا يضيع. البلدين